مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم هذا ما يحدث للثدي قبل موعد نزول الدورة الشهرية. قد تطرأ عدة تغيرات على الثدي خلال فترة الدورة الشهرية، سواء في الحجم أو الشكل، وتظهر هذه التغيرات بوضوح قبل بدء الدورة وتتحسن إما أثناءها أو بعدها مباشرة، وترتبط بالعديد من الأسباب، أهمها التغيرات الهرمونية والتي يمر بها الجسم خلال هذه الفترات. تختلف طبيعة ألم الثدي السابق للدورة الشهرية من امرأة لأخرى، حيث يمكن أن تعاني بعض النساء من ألم مستمر لعدة أيام. وإذا كانت الآلام تظهر وتختفي في الثديين شهرياً، فمن المحتمل أنه هذا الألم دوري وطبيعي. ومن أبرز الأعراض المصاحبة لتغيرات الثدي ما قبل الحيض وأكثرها شيوعاً الشعور بألم خفيف في المنطقة العلوية والخارجية في كلا الثديين، كذلك الشعور بالشد في منطقة الحلمة والشعور بثقل أو تورم في الثدي قبل الدورة يصاحبه الألم، والذي قد يكون حاد والذي قد يظهر على أحد الثديين أو كليهما. كذلك بدء انتشار الألم من الثديين إلى منطقة الإبطين قبل حوالي أسبوعين من الدورة الشهرية واختفاؤه في بدايتها، ويمكن أن يتراوح الألم في شدته من الخفيف إلى الشديد. أيضا تغير ملمس أنسجة الثدي في المناطق الخارجية خاصة القريبة من الإبطين يمكن أن تؤدي الاضطرابات الهرمونية المرافقة للدورة الشهرية إلى تورم الثدي، مما يتسبب في زيادة حجم الغدد الحليبية الموجودة فيه. وغالباً ما تتلاشى هذه الأعراض والتغييرات الحاصلة عند انخفاض مستويات هرمون البروجستيرون مرة أخرى ونزول دم الحيض. يمكن تخفيف آلام الثدي السابقة للدورة الشهرية دون اللجوء إلى استخدام الأدوية، وذلك من خلال اتباع مجموعة من النصائح، منها تجنب تناول الملح قبل حوالي أسبوع إلى أسبوعين من فترة بدء الدورة الشهرية، كذلك تجنب الأطعمة الغنية بالدهون واتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة منها، كذلك ارتداء حمالة صدر مريحة للثدي بحيث تكون طرية وداعمة.